أقامت الكنيسة الأرثوذكسية خدمة صلاة المجدلة الكبرى احتفالاً بمئوية الدولة الأردنية، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة الصلاة في كنيسة الصعود الإلهي خلدة. شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة من غير حضور للمؤمنين، وذلك التزاماً بقرارات الحكومة وتنفيذاً لأمر الدفاع حفاظاً على صحة وسلامة الجميع. وفي هذه المناسبة العزيزة ألقى سيادته كلمة قال فيها: إننا نقف اليوم على مشارف المئوية الثانية من عمر دولتنا، مفتخرين بما قدم المسيحيون في هذا البلد مع إخوتهم المسلمين من إنجازات في معظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات كلها بلا استثناء. وأضاف سيادته: إننا نقف اليوم على مشارف المئوية الثانية من عمر دولتنا، مفتخرين بما قدم المسيحيون في هذا البلد مع إخوتهم المسلمين في معظم مؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية في القطاعات كلها بلا استثناء، معمرين يدا بيد بناء دولة الديمقراطية والتعددية والمساواة، محافظين على وحدة مجتمعنا الأردني بقيمه ومبادئه التي قام عليها وتسلمها من الآباء والأجداد، مستبشرين الخير وناظرين مستقبلا مشرقا لدولتنا بمعونة الله الذي نضرع إليه أن يظلل بعنايته الإلهية بلادنا المقدسة ويحميها من جميع الأعداء المنظورين وغير المنظورين.